يا صباح الهنا والسعادة على حضراتكم مشاهدينا، أهلا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة. وصباح مي بصبح على حضراتكم وعلى زمايلي خلف الكاميرات وعلى زميلي مايكل منصور اللي هنتشارك تقديم الحلقة النهاردة. صباح الفل يا مايكل. صباح الفل. الأخبار؟ صباح الخير أعزائي المشاهدين، ويوم سعيد وجميل على حضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صباح مي. حلقة النهاردة الحد 24/2 العام 2024، يا رب أيامكم تكون كلها خير وسعادة. نفكركم بفقراتنا النهاردة. أول فقرة هتكون فقرة الأخبار اللي بنستعرض فيها نشاط فخامة الرئيس في الداخل وفي الخارج. عندنا إيه تاني النهاردة؟ فقرتنا التانية فقرة الصحافة اللي بنتابع فيها أبرز وأهم المنشطات اللي وردت في الصحف خلال الأمس، أو يعني الأجواء المحيطة بينا. هيكون معانا الكاتب الصحفي محمد الشافعي عبر الهاتف. وفقرتنا الثالثة فقرة مهمة جدا، هنتكلم عن قانون تم إصداره، قانون رقم 6 العام 2024، وهو إنشاء جهاز أو إدارة للأموال المستردة أو الأموال المتحافظ عليها. القانون ده تم بالفعل، هنعرف تفاصيل أكتر عن هذا القانون في ظل النمو الاقتصادي. شايف الخبر ده إزاي؟ يعني سمايكل، هو أنا شايفة جهود الدولة عموما في الجانب الاقتصادي، أو أن أنا أقوم الاقتصاد المصري مرة تانية، يعني من خلال طبعا حاجات كتير هنتعرض ليها النهاردة في الحلقة. لا، هنلاقي أن في جهود مستمرة يعني للعمل على استقرار الاقتصاد القومي، وأن يعني تشجيع الاستثمار وعمل حاجات كتيرة جدا يعني تهون على الناس شوية الوضع اللي بقينا فيه دلوقتي. صحيح. هنعرف تفاصيل اكتر، هنعرف الجهاز ده هيتكون ازاي، مين الجهات المنوطه بيه، يا ترى في جهات تنفيذيه، ايه الفرق بين الاموال المسترده والاموال المتحفظ عليها. هيكون ضيفنا في الاستوديو دكتور ميخائيل ماهر، استاذ القانون بالجامعه الامريكيه. قبل كل ده هنطلع فاصل، وبعد الفاصل خليكم معانا. أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدين. هنبدأ معاكم زي ما حضراتكم متعودين بأولى فقراتنا، وهي الفقرة الإخبارية. أول حاجة معانا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل أمس بقصر الاتحادية الرئيس الإريتري أسياس أفوركي، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. صرح المتحدث أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات بين الرئيسين تضمنت ترحيب السيد الرئيس بزيارة الرئيس الإريتري لمصر، وتأكيد أهم اهتمام الجانبين بمواصلة التطوير للعلاقات الثنائية بما يحقق نقلة في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية. أقيمت وركزت المباحثات على تنشيط التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التدفق الاستثماري عبر وجود الشركات المصرية في السوق الإريتري. احنا هنروح نتابع التقرير ونرجع على حضراتكم مرة تانية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس الإريتري إسياس أفورقي، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن المباحثات بين الرئيسين تضمنت ترحيب السيد الرئيس بزيارة الرئيس الإريتري لمصر، وتأكيد اهتمام الجانبين بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق نقلة في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية، حيث ركزت المباحثات على تنشيط التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التدفق الاستثماري عبر دعم وجود الشركات المصرية في السوق الإريتري في القطاعات ذات الاهتمام والأولوية للجانبين، والتي تتمتع فيها الشركات المصرية بميزات نسبية وخبرات متراكمة. وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت أيضا الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها
التطورات بالبحر الأحمر، كما تم التشديد على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وقد تباحث الرئيسان كذلك بشأن التطورات التي يشهدها القرن الإفريقي، حيث تم التوافق على ضرورة احترام سيادة دولة الصومال، كما تم التطرق إلى الأوضاع في السودان، وتم تأكيد أهمية استمرار العمل المشترك بين مصر وإريتريا في إطار مسار دول الجوار من أجل التوصل إلى حلول جادة للأزمة تفضي إلى وقف لإطلاق النار ويلبي تطلعاته وآماله في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. برحب بحضراتكم من جديد وناخد مع بعض الخبر اللي بعده. الخبر بيقول بدء اجتماعات باريس بشأن التهدئة في قطاع غزة بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تهدف إلى التواصل للهدنة بغزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودعم الأوضاع الإنسانية بالقطاع. وعشان نعرف تفاصيل أكتر معنا على الهاتف سيادة اللواء محمد الشهاوي الخبير العسكري والاستراتيجي. صباح خير يا فندم. اهلا بيك، اهلا وسهلا والساده المشاهدين. دايما منورنا يا سياده اللواء. الله ينور عليك، اهلا بيك استاذ مايك. خليني يا فندم اسالك في البدايه طبعا اخر التطورات، احنا شايفين كل يوم الموضوع بيزداد سوءا، وهل وجود شراكه مصريه قطريه وكمان الولايات المتحده وفلسطين واسرائيل لوجود حل، وجود لهدنه دائمه وتبادل اسرى، شايف ان دي ممكن تكون نقطه او دي بدايه لحل الازمه؟ والله أنا شايف المجتمع الدولي كله بيشوف المجازر وجرائم الحرب اللي بترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ومع ذلك كان دلوقت الحرب بقالها أكثر من 14 أشهر، هناك شهداء كثر بيزيدوا عن 29,000، هناك جرحى أكثر من 70,000، وبالتالي هناك تدمير للبنية الأساسية، هناك نازحون، هناك سياسات العقاب الاجتماعي التي تقوم بها إسرائيل وسياسة الأرض المحروقة وسياسة الجوع وكل ذلك، والعالم صامت. ولكن كثرة هذه المجازر بدأ، والجهود المصرية في هذا الإطار هناك يعني وساطة من خلال مصر في الأساس وقطر والولايات المتحدة الأمريكية. الجانب الإسرائيلي هناك ضغط داخلي، هناك ضغط إسرائيلي داخلي على الحكومة الإسرائيلية لتحرير الرهائن اللي كانت إسرائيل هدفها في الأول تحرير الرهائن الإسرائيليين بالقوة العسكرية، لم تستطع. القضاء على حركة حماس لم تستطع أيضا. ثم بعد ذلك هي الآن تريد أن تقوم باجتياح رفح. المجتمع الدولي كله يعني يشجب هذا التصرف في تنفيذ الاجتياح لرفح، لأن ستكون هناك أنا بقول عليها أم المجازر وليست مجزرة كما يحدث الآن، لتواجد 1.5 مليون نازح موجودين في رفح. فبالتالي هي بتؤجل ذلك من خلال أنها تهدئة لمدة 6 أشهر، ولكن هدف إسرائيل النهائي هو أن تقوم باجتياح رفح. ولكن مصر بتقف وقفة لعدم اجتياح رفح، لأن ذلك يعتبر مساس بالأمن القومي المصري. صحيح. ورفح هذه في المنطقة دال التي يجب أن تكون خالية من أي معدات عسكرية طبقا لاتفاقية السلام عام 79، فإسرائيل تتجه إلى الناحية الأخرى وهي الهدنة وتحرير الرهائن غير العسكريين وعددهم 40. كان هناك اجتماع في القاهرة ثم اجتماع في باريس واليوم اجتماع في قطر، الهدنة قادمة، أعتقد أن ذلك سيكون في صالح تخفيف التصعيد ويصل إلى وقف إطلاق النار الدائم إن شاء الله. سيادة اللواء تحياتي لحضرتك يا فندم، وعايزة أسألك بخصوص يعني ردود الفعل الدولية والمجتمع الدولي زي ما حضرتك ذكرت، يعني مصر قامت بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية ضد الجرائم اللي بترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، يعني حوالي 140 يوم يا فندم من الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني واللي بيرفضها أكيد المجتمع الدولي كله. حضرتك شفت المرافعة إزاي يا فندم؟ والله أنا شايف ده يعني استكمال لدور مصر في الحفاظ على القضية الفلسطينية. أعتقد أن
الوضع الجيوسياسي والجغرافي والتاريخي هو اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية، ليس وليد اليوم ولكن منذ فترات طويلة، ومنذ حرب عام 1948 في كل المحافل بتساعدها اقتصاديا، تساعدها سياسيا، وكانت جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية من قبل 53 دولة في العالم، وده بيقول أن هناك تغير في الموقف الدولي، وبدأ كل دول العالم تشوف هذه المجازر، بل وتغير في الموقف الاتحاد الأوروبي، 26 دولة من الاتحاد الأوروبي الآن بتنادي بوقف إطلاق النار. مصر في هذه الجلسة قامت بوزارة الخارجية، الشؤون القانونية في وزارة الخارجية المصرية، بإظهار انتهاكات إسرائيل خلال احتلالها لفلسطين، وكيف أنها بترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية اللي هي دائما وواضحة كل يوم أمام بصر العالم. كانت مرافعة قوية بتستكمل الدور المصري في مساندة الشعب الفلسطيني وفي الوصول إلى حل الدولتين والحل السياسي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أرض فلسطين المحتلة. كل ذلك بيؤكد الدور المصري اللي هو مش بس بمساندة سياسية، ولكن بنشوف الإغاثة المساعدات الإغاثية والمساعدات الإنسانية. صحيح. إزاي أن هناك أكثر من 150 ألف طن من المواد الغذائية والإغاثية والإنسانية والطبية من خلال يعني أكثر من 10,000 شاحنة تم اتجاهها من معبر رفح فقط. إسرائيل وفلسطين بالرغم من أن يعني لفلسطين ولقطاع غزة 6 معابر، ولكن المعبر الوحيد الذي يقوم بتوصيل المساعدات لأهلنا في. يا سيادة اللواء أسأل حضرتك، أنا شايف أن في ازدواجية في المعايير، يعني بنتكلم عن الوساطة في الوقت الحالي، اللي شروط الوساطة دي الهدنة بشكل كامل، حل الدولتين، دخول المساعدات. في الوقت ذاته إسرائيل بتعلن عن بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، حضرتك شايف ده إزاي؟ والله هو طبعا الدبل ستاندرد او المعايير المزدوجه ديت من قبل الغرب وخاصه الولايات المتحده الامريكيه. يعني الولايات المتحده الامريكيه وبتتعاون مع مصر وقطر في عمليه يعني تنفيذ وانفاذ هدنه وتحرير رهائن، هي في نفس الوقت بتقف امام مجلس الامن امام قرار بوقف اطلاق النيران بالفيتو، ايضا هي من تقوم بارسال المساعدات العسكريه والمالية لإسرائيل. وفي الضفة الغربية ليس في قطاع غزة، هو انتهاكات لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، ولكن بنلاقي في الضفة الغربية هناك انتهاكات كل يوم، وهناك بيسقط شهداء وجرحى، بالإضافة إلى المستوطنين نفسهم الآن أصبحوا أكثر إجراماً ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وأعتقد أن العالم كله وحتى الولايات المتحدة الأمريكية هي نفذت عقوبات على بعض المستوطنين لجرائمهم ضد الفلسطينيين. العالم الآن بدأ يرى تلك المذابح وتلك المجازر، وأعتقد أن هذه الهدنة التي ستستمر لمدة 6 أسابيع كمرحلة أولى تتلوها مراحل ثانية، أعتقد أن ذلك بيصب في صالح يعني تخفيف حدة التصعيد وإيقاف إطلاق النار إن شاء الله، لأن إسرائيل أيضا بيسقط فيها قتلى كسر، وتم أكثر من يعني 573 قتيل حتى الآن، وأكثر من 1000 مركبة. هناك ضغط من الجبهة الداخلية ومن أهالي الرهائن على الحكومة الإسرائيلية، وأن التصعيد الذي تقوم به إسرائيل هو بيدخل في إطار التكتيك التفاوضي. صحيح. حتى تتنازل حماس عن شروطها في عملية هذه عدد المسجونين الإسرائيليين وعدد المسجونين يعني الفلسطينيين تكون في أفضل حال. بنشكر سيادة اللواء محمد الشهاوي الخبير العسكري والاستراتيجي. مشاهدينا مكملين مع حضراتكم فقرة الأخبار، لكن بعد الفاصل. على مدار السنين
مصر بتعاني من عدم قدرتها على تحقيق معدلات النمو اللي تكفي احتياجاتها وتعوض الزيادة السكانية المتسارعة. ونتيجة الاضطرابات السياسية في 2011 و2013 تعطلت المسيرة المصرية ووصل حجم الخسائر ل 450 مليار دولار، وانخفض الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار في يناير 2011 ل 13 مليار دولار في 2013، ووصل دين الموازنة العامة للدولة في 2014 ل 2.1 تريليون جنيه، وهو ضعف ما كان عليه في 2010. وصلت فاتورة الاستيراد لحوالي نص تريليون جنيه. العوامل دي كلها كان لازم لها طريق مختلف وأفكار مبتكرة. واحنا موجودين عشان نفضل نشتغل. وفي 2014 الدفة اتغيرت وبدأت حركة التنمية في كل شبر في أرض مصر، وأول حاجة اشتغلت عليها البلد كانت السيطرة على الاضطرابات الأمنية ومواجهة الإرهاب. كنا بنقول إحنا عندنا استعداد نعيش 10 سنين من أكل، من غير أكل ومن غير شرب، بس يبقى في أمان. ومن بعدها اشتغلنا على الإصلاح الاقتصادي لجذب المستثمرين الأجانب والمصريين عشان نبني البلد من تاني. وفوراً وضعنا خطة إصلاح اقتصادي شامل بدأت بتغيير في السياسة النقدية للبنك المركزي من خلال وجود مرونة في سعر الصرف وخضوع الجنيه لقوانين العرض والطلب، بدل ما كان بيتسعر بأعلى من قيمته، فكان بيقضي على أي أمل لأي صانع مصري إنه يشتغل ويصدر. وفي نفس الوقت برنامج الإصلاح الاقتصادي شمل أيضاً تغيرات في السياسات المالية ظهرت في سعي الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة من خلال إعادة هيكلة الدعم وإعادة توزيع بنود الميزانية عشان خدمات الحكومة توصل لمستحقيها الحقيقيين. وبالتوازي اشتغلت البلد على تطوير الهيكل الإداري وقوانين الاستثمار عشان تكون جاذبة لرؤوس الأموال. فظهرت قوانين لحماية المنافسة وتسهيل إجراءات تأسيس أي شركة في مصر، فبدل ما كان تأسيس شركة بيستلزم 10 إجراءات وحوالي 20 يوم، بعد القوانين والقرارات الجديدة بقى يقدر أي مواطن إنه يفتح شركة في خلال يوم واحد بإجراءين بس. ده غير الحوافز والإعفاءات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإنشاء وتطوير مراكز لخدمات المستثمرين. أما على الأرض مصر ابتدت في عشرات المشروعات القومية في كل المجالات. كل المشاريع دي ساهمت في تحريك عجلة الاقتصاد من تاني وتعزيز دور القطاع الخاص في البلد، وده انعكس في ارتفاع الاحتياطي النقدي لرقم تاريخي وهو 45 مليار دولار، وانخفاض التضخم من أكثر من 33% لحد ما وصل في 2019 لأقل من 4%. واحد من أهم عوامل نجاحنا كانت المعجزة اللي حققناها في قطاع السياحة بعد ما استعدناه من بعد سنين انهيار بسبب الفوضى اللي مرت علينا. وبعد ما انهارت إيرادات القطاع في 2011 بنسبة 30% ما سكتناش، وفي خلال 9 سنين وصل حجم الاستثمارات في قطاع السياحة والأثار ل 65.15 مليار جنيه. انتشار وباء كورونا في نهاية 2019 خلى العالم كله يقعد في البيت، المصانع وقفت والإنتاج اتعطل، ونتيجة لده تعرض الاقتصاد العالمي لانكماش وخسائر وصلت ل 8 تريليون دولار، فأسوأ أزمة شهدها العالم من أيام الكساد العظيم. وحتى بعدها لما الحياة بدأت ترجع من تاني ظهرت مضاعفات للأزمة بعد ما وصل الطلب على المنتجات لأقصى درجة، فحصلت أزمة في سلاسل الإمداد والتوريد ضربت العالم كله. دخلنا في أزمة تانية، الحرب الروسية الأوكرانية، واللي ضعفت من أزمة سلاسل الإمداد، وفوقها عملت أزمة طاقة بعد ما ارتفعت أسعارها بنسبة وصلت ل20%، والنتيجة كانت موجات تضخم اجتاحت دول العالم بالكامل. وبسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة فاتورة الاستيراد المصرية تضاعفت في وقت قليل، بس احنا كنا مستعدين. البنك المركزي اتخذ سياسات نقدية مشددة برفع سعر الفايدة لمواجهة التضخم، والمالية زودت مخصصات الحماية الاجتماعية وزودت الأجور والمعاشات عشان تساعد المواطن على تخطي الأزمة. وكملنا في طريق جذب الاستثمارات بقوانين زي الرخصة الذهبية، وعملنا المؤتمر الاقتصادي، ومن مايو 2022 قمنا بكتير من الإجراءات لتهيئة مناخ الأعمال من خلال عدة مسارات زي وثيقة سياسة ملكية الدولة وإطلاق منصة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء لتسهيل حل مشكلات المستثمرين. كذلك قمنا بإنشاء صندوق مصر الفرع للطروحات واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار،
وتوطين منظومة النافذة الواحدة في الموانئ الجمركية، وتعليق الضريبة العقارية لمدة 3 سنين ل 19 قطاع صناعي، ومبادرة دعم القطاعات الزراعية والصناعية بفايدة ميسرة 11%. وفي 2022 البلد حققت أعلى زيادة في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في 10 سنين، بإجمالي وصل ل 10 مليار دولار، بزيادة ضعف تقريباً عن 2014. وعلى مدار السنين دخل مصر صافي استثمارات وصل ل 63 مليار دولار. محدش استنى إنجاز يسلم التاني، بالعكس مصر اتحركت في كل المحاور في نفس الوقت، لأنها أمنت إن الحكاية مش حكاية مباني ومصانع، الحكاية في الأساس حكاية وطن. أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، لسه مستمرين معاكم في فقرة الأخبار، وهنروح مع بعض للخبر اللي بعده. النائبة إيفيلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب تقدمت باقتراح برغبة إلى دكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لزيادة المنحة السنوية في شهر رمضان على بطاقة التموين لكل فرد. احنا هتكون معانا سيادة النائبة لتفاصيل أكتر عن الموضوع. سيادة النائبة إيفيلين متى عضو مجلس النواب، صباح الخير يا فندم. صباح النور عليك، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك يا فندم، منورانا. نشكر ربنا. عايزين حضرتك تدينا فكرة يعني ايه اقتراح برغبة، وده هيتم ازاي يا فندم؟ هل في جلسة عامة مثلا ولا هيتكون في إجراءات محددة؟ هو الاقتراح برغبة دي احنا بنقدمه من ضمن ادواتنا الرقابية المحددة للنواب في مجلس النواب. انا عندي اساليب لاقتراحاتنا وادواتنا الرقابية، منها طلب الاحاطة والبيان العاجل والسؤال والاقتراح برغبة. انا عملت اقتراحي ده برغبة نتيجة اللي انا بشوفه على المنافذ وعلى المحال بتاعي في السكر وعدم توفر السكر، وحاليا وصل لسعر في بعض الاماكن ل 60 جنيه. صحيح. فالحقيقه انا قلت طيب ليه احنا، طب ما هو سياده الرئيس بينزل منحه للناس كل فتره على بدايه رمضان، بينزل لهم 50 جنيه ياخدوا بيهم الحاجات اللي هم عايزينها في شهر رمضان. ايوه. فقلت فرصه كويس قوي قوي ان احنا دلوقتي كيس السكر بقى ب 50، وزادت الزيت وصلت ل 90 و100 اقل حاجه. صحيح. فاحنا نقول ايه نعمل؟ كيسين سكر نابو 13 اللي هو بيتباعوا في التموين يبقى ب 26، وكيلو سكر نابو 30 يبقى سعرهم 56. اذا الزياده 6 جنيه لكل فرد على البطاقه. لو فرد لو البطاقه فيها مثلا اربعه هيبقى 6 في 4 ب 24، بخفيها 5 يبقى ب 30. ايا كان لو حتى فرد واحد هيبقى فيه زياده من الرئيس هيقولوا 6 جنيه. أيوة. الزياده دي هتيجي قصاد نقل السكر وشحنها وتوزيعها على المنافذ وعلى الشوادر وعلى منافذ البيع اللي هي بيوزعها سياده الرئيس قبل رمضان، وبيتباع السكر فيها ب 27، هيوفر لنا نقل وشحن. دي بدايتها. طبعا. برحب بحضرتك معالي النائبه، بس عشان خاطر يعني ناخد لسان حال المواطن البسيط، عايز افهم من حضرتك هل ده بيكون في جلسه ولازم يكون في اغلبيه الاعضاء يوافقوا عليه، ولا ايه اللي بيتم؟ هو في الحقيقه ادواتنا الرقابيه بنقدمها بتبقى بيتم استقبالها في لجان النوعيه جوه البرلمان. احنا عندنا لجنه اسمها لجنه المقترحات والشكاوى، بتنظر كل اقتراحاتنا وبتوزعها على الوزراء في حضور حد من مكتب الوزير، لازم يكون حد من مكتب الوزير موجود. ده اقتراح، ولو وافق عليها اعضاء البرلمان اللي موجودين بيبقى زي الزام على الوزير ان هو يعملها. لو الموضوع ما بيبقاش فيها سياسات نقديه وتوفير مبالغ، لان الموضوع مش كبير بالنسبه للاسعار بتاعه النقل والشحن والتوزيع ووقفه الناس على المنافذ والخناقات وواقفين ممكن هم اللي بيقفوا ياخدوا وفي الاخر برضو ممكن يكون ما بيستقبل، يعني ممكن بعد ما يقف ما ياخدش. صحيح. طب يا فندم هنا الموافقه بتيجي من وزير التموين فقط ولا وزير التموين ووزير الماليه؟ لا، ملهاش علاقه وزير الماليه، لان ده بيبقى دايما اقتراحاتنا بتوصل لرئيس المجلس. رئيس المجلس بيوصل صوتنا كمان لرئيس الجمهورية، وان الاقتراح ده ما بيبقاش على
المنحة بس ورأي وزير التموين، ولازم بيقعدوا معاهم، ودايما شؤون النيابية وزير شؤون النيابية بيكون مقعد حد معانا، وبيكون في حد من مكتبه موجود سواء في اللجنة أو بإضافة، وبيوصلوا كل مقترح، ورئيس الوزراء بيوصلوا كل مقترح وكل طلب إحاطة وكل بيان عاجل. في الحقيقة في منظومة مخفية في المطبخ بتاع البرلمان. طيب لا يعلمها الكثير من الناس. طيب أنا عايزة أعرف من حضرتك، يعني ده ياخد وقت قد إيه يا فندم؟ يعني ممكن هنلحق رمضان ولا ده ممكن يطول عن كده؟ صدقيني ده مش بإيدنا، إحنا مقدمينه من الأسبوع اللي فات. المقترح ده أنا مقدمتوش الليلة دي ولا إمبارح ولا أقوله، أنا مقدمه من الأسبوع اللي فات. وده نتيجة وقفتي وسط الناس في المنافذ، والناس اللي بتشتكي والناس اللي بتتكلم، وقعدت مع بتوع الغرف التجارية وبتوع المنافذ، وقالوا لي لو اتوزع ده على بطاقة التموين لكل فرد جوه البطاقة هيكون أوفر للناس وأوفر للدولة. صحيح. معلنا ايه احنا شايفين طبعا لما تيجي تشتريه ما بتشتروش ب 27، انت بتشتريه ب 30. ده اللي كنت هسأل حضرتك عليه دلوقتي. احنا شايفين طبعا الدولة ليها يعني حملات استباقية لضبط المخالفين من التجار والجشعين اللي بيستغلوا الأزمة. ولكن يا فندم احنا لازم نعترف ان في أزمة، في ناس كتيرة بتكلمنا بتقول السكر ابو 27 جنيه ده مش بنشوفه، والناس بتقعد تلف يعني في الشوارع بال 50 وال 60 وال 70 جنيه، وفي اوقات ما بقاش السكر موجود اصلا. هل المقترح ده هيساهم ان السكر كمان يكون متوفر، حتى احنا داخلين على شهر رمضان طبعا والاستهلاك بيكون ازيد شويه، ده هيساهم يا فندم؟ انا من وجهه نظري، يعني وجهه نظر الناس البسيطه الواقفه في الشارع، لان يشاء القدر اني انا لي عندي قريب من بيتي منفذ بيع اللي هو الخيم اللي بيعملوها علشان رمضان قدام بيتي مباشرة، فأنا بنزل كل يوم بتفرج بشوف الناس، حتى لو أنا مش نازلة بشوفها من البلكونة، الناس واقفة على الصفوف عشان تستنى كيس سكر ب 27. صحيح. ويا سلام بقى لما يجي والناس تتخانق أو ما تلحقش تاخد مثلا من النص طن ولا الطن ولا الاثنين طن اللي جايين، لأن الطن اللي بيجي بيتوزع على كذا منفذ، فكم واحد واقف في الطابور وبعد كده هيجي يدي 30 جنيه مش هياخد مقابل باقي 3 جنيه، فهياخد ظرف كيس نسكافيه او هياخد كيس ملح من ابو جنيه. اذا كده احنا ساعدنا على اهدار، وساعدنا على استنفاذ، وساعدنا على عدم مصداقيه سعر السكر. حتى لو انا اخدت كيس ملح او كارت قفل، ده انا مش عايزه كيس الملح بس انا مضطريه اخده. ومعلنا ايه بقى، يعني فكره ان الناس تبقى واقفه في طابور مش فكره الازمه وبس، ده كمان بيبقى الصوره الصوره بتتصدر لبعض القنوات المغرضه، وفي ناس بتتكلم بشكل يعني مش لطيف. بص حضرتك، الناس كلها عارفه الدوله عامله ايه، بعدين خلي بالك احنا بننتج سكر، احنا عندنا انتاج لسكر القصب وعندنا انتاج لسكر البنجر، احنا موجود، احنا ينقصنا ازاي نطلع الانتاج ونوزعه بما يرضي الله على المنافس وعلى الباع. انا عندي سكر، عندي قصب سكر بس ما باخدهوش للسكر، ببيعه لبتوع المعاصر وببيعه لبتوع العسل. قول لي السبب ايه؟ اني انا ما بستلمش قصب السكر من الفلاح بسعره اللي هو زرعه بيه، صح؟ فهو هيدي لبتوع قصب السكر ليه؟ هيروح بيعه لبتوع العسل او يروح بيعه لبتوع المعاصر اللي هياخده منه بسعره اللي هو زرع بيه. وبرده اغلاق مصنع سكر ابو رقاص ده يا معلم نقيبه، برده ده عمل ازمه. يعني احنا جبنا في الحقيقه في لجنه الصناعه مدير شركه قصب سكر ابو قرقاص، وقعدنا اتكلمنا معاه، قال احنا ما قفلناهوش ولكن مشغلينه بثلث طاقه الانتاج. ايه السبب يا فندم؟ قال لك علشان خاطر ان احنا ما عندناش القصب. ايه السبب القصب؟ قال لك العدد، كميه القصب اللي بتجيلنا ما بقتش زي زمان. صح. اولا لضعف السلالات المزروعه، وعندنا تاني غلو القصب السكر في الارض، فبالتالي احنا ما بنقدرش ناخده بالسعر اللي المزارع عايزه، هو بيكلفه زياده، النقل زاد والكهرباء زادت والميه زادت والتقاوي زادت وكل حاجه، فهو يقول لك انا استفيد ابيعه لبتوع العسل الاسود او ابيعه لبتوع المعاصر، لكن ما يبيعوش لمصنع قصب السكر اللي محدد سعره معين ياخده، بالرغم ان هم زودوه بس مش الزيادة اللي هي ترضي الفلاح. وبالتالي على وزير الزراعة تغيير سلالات زراعة القصب
المطلوبة علشان يجددها ويغير نوعيتها ويزود إنتاجها. صحيح. احنا بنشكر حضرتك جدا معالي النائبة على مجهوداتك طبعا، وان شاء الله يعني تلقى الترحيب والتنفيذ قريب بإذن الله. معالي النائبة إيفيلين متى كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا ليك. زي معالي النائبة كانت بتتكلم من شوية، جزء من الأزمة لازم نعترف في بعض من التجار اللي بيستغلوا الموضوع ويبتدوا يستغلوا الأزمة، احنا كمان جزء من الأزمة. فكرة ثقافة استخدام السلعة، يعني ما ينفعش اكون انا محتاج كيس سكر او كيسين اخزن عندي 10 15، الثقافه دي مش مظبوطه. انا استخدم الحاجه وغيري يستخدمها، خصوصا كمان احنا داخلين على شهر رمضان، الناس كلها بتبقى محتاجه للاكل والشرب بشكل عام. يعني ثقافه الاستهلاك دي ثقافه لازم نتعلمها لحد ان شاء الله ما نعدي الازمه. دلوقتي هنستاذنكم نطلع فاصل، وبعد الفاصل خليكم معانا. أن صوت المصريين يصل مسامعي، وأحلامهم هي ذاتها أحلامي. لازم أرتب ورق البلد دي حتى تكون دولة ذات شأن. كان بيعاني الشعب المصري من غياب العدالة الاجتماعية وعدالة التنمية، بعد ما وصلت معدلات الفقر في مصر ل 26.2%، وبلغت نسبة الفقر في الريف ل 51% عام 2013. علشان كده كانت الأولوية للدولة المصرية تحسين حياة المصريين. في مقدمة تحركات الدولة المصرية في ملف العدالة الاجتماعية كانت مبادرة حياة كريمة، أكبر مشروع قومي في تاريخ الدولة المصرية، ويعد أكبر مبادرة إنسانية تنموية في التاريخ الحديث. وهدفها تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري بتكلفة تقديرية للمشروع بالكامل أكتر من 1 تريليون جنيه. المشروع بيستهدف 4800 قرية في 22 محافظة، وبيستفيد منه 60 مليون مواطن من سكان الريف المصري. تم إطلاق المبادرة في يناير 2019، ومع انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة بلغ إجمالي الخدمات المقدمة للأسر 8400 وصلة مية شرب، 6300 وصلة صرف صحي وتركيب 11000 سقف، 9500 منزل تم رفع كفاءته لحد مارس 2023، والمرحلة الأولى تم تنفيذها بالكامل بتكلفة 13.5 مليار جنيه. ونتيجة للتدخلات اللي قامت بيها المبادرة، انخفض معدل الفقر في عدد كبير من القرى بنسبة 14%، وانخفض معدل الفقر العام في مصر بنسبة 2.8% عام 2020 مقارنة بعام 2018. المبادرة ما اشتملتش على البنية التحتية وبس، لكن اشتملت كمان على الجوانب الثقافية والصحية والرياضية وتمكين اقتصادي وتدخلات إنسانية، علشان القرية اللي تخلص نبقى متأكدين إن الفقر مش هيرجع لها تاني. من 2014 اهتمت الدولة المصرية بتوفير حزمة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأكثر احتياجاً، شملت تنمية الأطفال ورعاية المسنين وذوي الهمم والعمالة غير المنتظمة، بالإضافة لدعم نقدي مباشر للأسر وصلت قيمته في 2022 ل 106 مليار و 600 مليون جنيه. أبرز إنجازاتنا كان برنامج تكافل وكرامة، اللي أصبح حالياً أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في مصر والمنطقة العربية، وبيستفاد منه 5,200,000 أسرة، يعني حوالي 20 مليون مواطن، بعد ما كان عدد المستفيدين من كل برامج الدعم النقدي من الحكومة في 2014 حوالي 1,700,000 أسرة، يعني بزيادة 205.9%. وبعد توجيهات من السيد رئيس الجمهورية
زادت قيمة معاشات أسر تكافل وكرامة مرتين في عام 2023، بالإضافة لرفع المعاشات 10 مرات من 2014. ونتيجة لده زادت قيمة إجمالي المعاشات المصروفة في 2022 لحد ما وصلت ل 294 مليار جنيه. برامج التضامن الاجتماعي شملت كمان ذوي الهمم، وتم تقديم دعم نقدي لمليون ومئة ألف شخص. كمان اتحركت الدولة لحماية الأسرة والشباب والنشأ، وكانت النتيجة انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 8% ل7%، وتم إطلاق حملة أنت أقوى من المخدرات. كمان تم تقديم الخدمات العلاجية لحوالي 72 ألف مريض إدمان. ومن 2020 الوضع اختلف، والاحتياج للمظلات الاجتماعية تضاعف بعد أزمة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وكنا قد التحدي. فرفعنا المخصصات المالية المقررة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة من 343 مليار في 2021 لحد ما وصلت ل 529 مليار في موازنة 2023. ولسه مع كل يوم بيعدي البلد بتثبت إنها في مواجهة أي أزمة هتكون لشعبها درع وحماية، وهو ده أصل حكايتنا، حكاية وطن. برحب بحضراتكم جديد، ناخد مع بعض الخبر اللي بعده. والخبر اللي بعده خبر مهم جدا. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر مع الجانب الإماراتي لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي. وعشان نعرف تفاصيل أكتر معنا على الهاتف دكتور وليد جبالله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية الاقتصادي والإحصاء والتشريع. صباح الخير يا دكتور. أهلا، صباح الخير لحضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. دايما منورنا في صباح مين. صباح الفل. صباح عزيز. بداية يا فندم، نقول للناس فكرة عن هذا الاستثمار أو هذا المشروع باستفاضة. يعني هو طبعا يعني لو نظرنا المشروعات السابقة، على سبيل المثال مشروع مدينتي، وده كان مشروع بالشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص مقابل حصول الدولة على حصة نقدية وحصة عينية، يأتي هذا المشروع على هذا الغرار وعلى غرار غيره من المشاريع. هي شراكة ما بين الدولة المصرية وما بين الاستثمار أجنبي مباشر، تسعى كل دول العالم إلى جذب الاستثمار المباشر، ونجاح مصر في هذه الصفقة ده شيء طبعا ده شيء طيب جدا. يعني عندما نتحدث عن أن حجم الاستثمار المباشر كان بيدور سنويا، كان بيدور حول الرقم 10 مليار دولار سنويا، وكنا بنحصل على المركز الأول إفريقيا بهذا الرقم. فإذا بصفقة واحدة يصل حجمها المبدئي لنحو 35 مليار دولار. طيب دكتور، عشان نبسط الموضوع أكتر للي بيشوفنا، يعني إيه استثمار مباشر؟ استثمار مباشر ده المستثمر الأجنبي كان شركة أو أفراد بيأتي لينفذ مشروع حقيقي على الأرض كمصنع أو مدينة سكنية، وده على خلاف الاستثمار غير مباشر اللي بيتم عن طريق مثلا البورصة المصرية أن يشتري أسهم في شركة وتكون هذه الشركة قائمة ويبيع ويشتري في البورصة من الخارج، أو يدخل في استثمارات الديون الحكومية بأن يقوم بشراء سندات حكومية لدولة ما، وتقوم الدولة من خلال هذه السندات ببناء مشروعات. يعني خلي بال حضرتك أن الدولة تصدت في مجال التنمية بصورة كبيرة جدا في الكثير من المشروعات بأن تقوم بالتنمية بذاتها، أن تحصل على تمويل دولي من مؤسسات التمويل التنموي لتنشئ مشروعات. بعد ذلك كان هناك مطالبات بجذب استثمار مباشر وأن يحل الاستثمار الأجنبي المباشر محل التصدي الدولة، وأن يكون هناك دور للقطاع الخاص المصري والأجنبي. من هنا فإن الدولة بتفعل عملية تشجيع القطاع الخاص الوطني والأجنبي، فإذا كانت الشركة تراكم ما بين الدولة والكيان الإماراتي إلا أن
الشركات المصرية هي التي ستنفذ، يعني هذه الشركة التي تم إنشائها سيتم من خلالها التعاقد مع شركات حكومية في الإنشاء وفي كل ما يتعلق بإنشاء هذه المدينة. فالمصريين هم الذين سيعملون في هذا المشروع، وهم الذين سيستفيدون استفادة مباشرة من خلال فترة التنفيذ. صحيح دكتور وليد. طيب تحياتي لحضرتك يا فندم، وعايزة يعني قوة الدولة المصرية وثقة الدول الخارجية في قوة الدولة المصرية ان هي قادرة ان هي تخطي الأزمات، وان هي يعني الثقة في القوة السياسية والاقتصادية لمصر. انا عايزة اسأل سؤال الناس العادية يا فندم، يعني انا مكاسب مصر من المشروع ده هتعود عليا بايه؟ ما انت هتلاقي الناس في الشارع تقولك ايوه انا هستفيد ايه يعني. هي حضرتك لما بنتكلم على مئات الالاف اللي هيعملوا في هذا المشروع عندما يحصلون على رواتب تساعدهم على الحياة، هي استفادة كبيرة. فأنا بالنسبة لي أنا كمواطن الاستفادة الأولى هي مبدئيا إما أن يكون لي أحد أفراد أسرتي سيعمل في المشروع، أو أن من سيحصلون على رواتبهم في هذا المشروع سينفقونها في مجال شراء السلع والخدمات لتحريك السوق، ده فضلا عن الفايدة المباشرة اللي حدثت بالفعل. حدثت تراجع أسعار الصرف، ألا يعد فائدة مباشرة سيشعر بها المواطن خلال الأيام والأسابيع القادمة مع استمرار هذا التراجع وقيام المنتجين بشراء مستلزمات إنتاجهم من الخارج بأسعار الدولار الأقل تكلفة، بالتالي ستنعكس بالتراجع في الأسعار بصورة تدريجية. يعني ده يا فندم هيأثر على السعر الدولاري وهيأثر على الأسعار السلع والحاجات اللي هي في متناول الناس؟ هو الخطوة الأولى، يعني أنا بس أنا عايز أقول حاجة، إحنا اقتصادنا اقتصاد كبير ومش عايزين نقول إن هذه الصفقة أو صفقة واحدة يعني تقدر تغطي هي الحل، لكن هذه الصفقة يعني خففت الضغوط بصورة كبيرة جدا على الاقتصاد. صحيح. أعطته الرئة التي يتنفس بها. صحيح. لأن الاقتصاد المصري يمتلك الكثير من الأوراق، وأنا دايما كنت بقول كده وبقول كده مع مداخلاتي معاك، والاقتصاد المصري يمتلك الكثير من الأوراق، ولازم إذا كنت حضرتك بتكلمين عن ثقة المؤسسات الدولية، أنا شايف إن إحنا اللي محتاجين نثق في أنفسنا أكثر. صحيح. من كده، لأن إحنا بنشوف إن العالم الخارجي بيثق فينا أكثر ما إحنا بنثق في أنفسنا. إحنا محتاجين نعرف قبل الإعلان عن هذا الاستثمار سمعنا بعض الأقاويل أو بعض الشائعات، وفي ناس بتقول إن دي صفقة بيع، أو خلينا نقول بالمعنى الاقتصادي هذا استثمار ولا استحواذ؟ فعايزين نعرف من حضرتك. هو ما يعني خلي بال حضرتك إن أنا هذه الصفقة أنا عندي الشركة واضحة بنسبة 35% 65%، دي حاجة. الحاجة الثانية إن ناس متصورة هو المنتج النهائي في الآخر هيكون إن في مواطن بيشتري شقة، يعني هذه الشركة مش هتعمل إيه بالأرض؟ إحنا بنتكلم في شخص هيجي بعد كده هيشتري مول، هيشتري إيه؟ هيشتري شقة، هيشتري من نشاط تجاري، ده شراكة زي اللي إحنا بنشوفها زي الناس اللي اشتروا في مدينتي واللي اشتروا في دريم لاند واللي اشتروا في الاماكن الكثيره اللي موجوده في مصر. انما اللي بناكده النهارده وبسال حضرتك، هي الناس اللي هذا المشروع هيدفع ضرائب في الخزانه المصريه ولا لا؟ ما بيدفع ضرائب في الخزانه. صحيح. المصريه الناس اللي هتشتري عقارات واللي هتعمل انشطه هتدفع ضرائب للخزانه المصريه. الامن اللي موجود، الاداره المصريه لكل تفاصيلها، هذه الشركه لما تيجي تبني مبانيها ما تحصل على تصريح البناء من الدولة المصرية. هو مشروع مصري 100% يخضع للسيادة المصرية، مثله غيره من المشاريع القائمة والموجودة بالشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي، ولكن هذا الحجم الكبير هو ما يميز هذا المشروع الذي يعكس علاقة طيبة ما بين الشعب والقيادة السياسية ما بين مصر والإمارات، وكما يعكس نجاح الدولة المصرية في تعزيز منتجاتها. يعني بص يعني أقول لحضرتك بصراحة، كل دول العالم عندها بحار وكل دول العالم عندها أراضي على البحار، ولكن مصر التي قدرت تدبر طاقة كهربائية هائلة سيتم بصورة متعثرة الحصول عليها من خلال محطة الضبعة النووية، مياه الشرب اللي من محطات التحلية اللي بيتم تنفيذها وبعدها تم افتتاحه على البحر المتوسط
ودي اللي هتوفر الميه للمشروع وغيره من المشاريع. الربط بالسكه الحديد اللي ربط راس الحكمه مع العالمين مع العاصمه الاداريه الجديده مع اكتوبر مع العين السخنه، ده قرب المسافه وسهل الوصول الى هذا المكان. تطوير طريق الساحل الشمالي وربطه مع القاهره خلال ساعات محدوده، كل ده اللي قدر يجعل من هذه القطعه قطعه مميزه من خلال ما ضخته مصر من استثمارات في البنيه التحتيه خلال السنوات الماضيه. صحيح، نتمنى طبعا مزيد من التوفيق والنجاح ومزيد من الاستثمارات اللي تكون ناجحه في مصر. نشكرك جدا دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعيه المصريه للاقتصاد والاحصاء والتشريع. مشاهدينا مكملين مع حضراتكم فقرة الأخبار، لكن هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. الخبر دلوقتي خبر رياضي. البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك أجرى أكثر من تعديل على تشكيل الفريق في مباراة أبو سليم الليبي المقرر لها النهاردة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعة ببطولة كاس الكونفدرالية. احنا التفاصيل أكثر هيكون معانا كابتن طارق رضوان الإعلامي والمحلل الرياضي. صباح الخير يا فندم. صباح نور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا كابتن. صباح الخير يا كابتن، دايما نورنا في صباح مين. ازاي صحتك منور. ربنا يخليك. بيتكلم عن الزمالك المره دي، معلش هو بس المخرج اهلاوي لكن يستحمل عادي يا كابتن. لا معلش حبايبنا ولاد عمنا برضو. طيب احنا كابتن يعني المدير الفني بيقول ان يستعد الزمالك للظهور لاول مره في الكونفدراليه، مدى الاستعداد أيوه. والتشكيل المتوقع يا فندم. صحيح هو طبعا دي بتبقى مشكله، المدرب اللي بيبقى جاي من بره لو ما عندوش خبرات افريقيه بتبقى مشكله في طرق اللعب في معرفه المنافسين في نظام الاجواء، الحاجات دي كلها بتبقى مشكله، لكن ان شاء الله الامور تبقى تمام. والزمالك صحيح طبعا بس يهمه يكون الاول مجموعته، لانه هو الزمالك عنده 10 نقاط ابو سليم 9 والماتش ده في الجوله الخامسه، فلو لا قدر الله يعني لو لا قدر الله وكسب ابو سليم هيبقى 12 فهيتصدر المجموعه. هتفرق في ايه دي؟ لان الاول والثاني بيتاهلوا، هتفرق في المنافس اللي هتقابله في الدور القادم. لو طلعت الاول هتقابل احد الفرق اللي احتلت المركز الثاني من مجموعه واحد او ثلاثه او اربعه، ولو طلعت الثاني هتقابل اول من المجموعات ديت.
فكل فريق عايز ياخد المركز الاول بالتاكيد يعني. فان شاء الله خير، وان شاء الله الزمالك يعمل نتيجه ايجابيه ويلحق بالنادي الاهلي اللي في دوري الابطال. طبعا بنقول له الف مبروك تاهله، وبالتوفيق لفيوتشر كمان بيلعب مع سوبر سبورت النهارده جنوب افريقيا. كابتن، شايف مستوى الزمالك لغايه دلوقتي عامل ازاي؟ والله ما نقدرش نحكم في عصر الراجل الجديد ده، لانه يعني انت بتتكلم على ماتش واحد اللي عمله مع الاسماعيلي، وبعدين في لعيبه جات كتير لازم هتاخد فتره عشان تحكم عليها، في مراكز ناقصه بيحاول هو يغطيها زي الباك ليفت مثلا، في لعيبه مصابه، في حاجات كتير يعني، هو محتاج الراجل ياخد ماتشات كتيره يعني عشان يقدر ياخد الطريق الصحيح. طب بالنسبه لتشكيل النهارده يا كابتن؟ تشكيل النهارده ما تعرفش، كل اللي بنقراه في كل المواقع او في كل وسائل الاعلام ده اجتهاد. مفيش مدرب بيعلن تشكيلته قبلها بيوم او قبل الماتش بتسع عشر ساعات ابدا، لكن كل اللي بنقراه ده تكهنات. فانت لما بتقرا مثلا ان سيد نيمار هيلعب باك ليفت، طب ما ممكن عمر جابر يلعب باك ليفت مثلا، فتوح دفع بيه من الاول صعب، لانه طبعا بقاله اكتر من ساعه كاس الامم، من اول مباراه يعني من يناير، تاني مباراه في كاس الامم كان شارك فيها كانت في 18 يناير ما لعبش، فبالتالي الدفع بيه صعب بعد الغياب الفتره ديت يعني اكتر من 35 يوم 38 يوم. لا خلاف على حمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد، لا خلاف على دونجا في خط الوسط، شحاته، لا خلاف على زيزو، شيكابالا ممكن يديله من الاول وممكن ينزله في مرحله اخرى يعني. اي حد يقول لك التشكيل وهو انا عرفته، قول له لا معلش، انت يعني ما نقدرش نعرف الا قبل المباراه لما يعلن رسميا يعني. صحيح. طيب يا كابتن قولي. انا اسال ماشي. طيب يعني الصفقات اللي عقدت في خلال نادي الزمالك في برئاسه طبعا حسين لبيب، الصفقات دي يا فندم هتكون تاثيرها ايه على النادي؟ والله لازم نشوف ونحكم. احنا شفنا اثنين ثلاثه منهم كويسين يعني، عبد الله السعيد طبعا معروف لينا كلنا اكيد رغم تقدم السن، بس لاعب مؤثر بدليل ان فيتوريا كان واخده في تشكيله المنتخب في اول تشكيله اللي كان فيها 50 لاعب، فبالتالي هو من افضل لاعبي خط الوسط المهاجم في مصر. هنتكلم على مثلا شحاته، شفناه ده لعيب في المنتخب الاولمبي كان في طلائع الجيش وشارك في الشوط الاول في ماتش الاسماعيلي الاخير، لاعب كويس. هنتكلم على ناصر ماهر، لعيب برضه جيد وعنده لمسه كويسه جدا وسروهات جيده جدا. في بقى طبعا مستنيين بقى نشوف احمد حمدي، وهو لاعب برضه في المنتخب الاولمبي كان ومنتخب الناشئين، مستنيين نشوف لعيبه كتير يعني، اللاعب الاوغندي. انما في ثلاثه اربعه وانت مغمضه تقولي يعني هيبقى ليهم مكانه ومكانه اساسيه. صحيح. توقعاتك يا كابتن النهارده للمباراه، وشايف مستوى الفريق الليبي ايه؟ الفريق الليبي بيلعب كرة حلوة جدا. ويعني أنا يمكن كنت عرضت له بعض لقطات في جول كده كان جابه يعني في ماتش الأولمبي الليبي في الدوري، يعني تمريرات أمامية على الأرض، مهارات عالية، وجمع تسع نقاط، ويكفي إن هو بيلعب في الجزائر يعني بيلعب خارج ملعبه. صحيح. يعني هو ملعبه المباراة في عنابة، فلما يجمع تسع نقاط هو ما خسرش غير من الزمالك 1-0 وبالعافيه في اخر 10 دقائق. فالمباراه هتبقى صعبه جدا يعني، ممكن اقول المباراه رايحه للتعادل يعني، ان شاء الله هيبقى تعادل كويس، لانه الزمالك لو تعادل هيبقى 11 وبسليم 10. أيوه. وبعد كده الزمالك هيتبقى له مباراه في القاهره مع سوار الغيني، اعتقد ما فيهاش مشكله يعني انه يفوز بيها. صحيح. نتمنى طبعا التوفيق لنادي الزمالك. بشكرك جدا كابتن طارق رضوان الاعلامي والمحلل الرياضي. مشاهدينا خلصت فقرة الأخبار، وهنروح مع بعض لفقرة الصحافة لتحليل أبرز المنشطات اللي وردت في الصحف. هيكون معانا الكاتب الصحفي محمد الشافعي على الهاتف بعد الفاصل، خليكم معانا. Thank you.
أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدين، وصلنا معاكم لفقرتنا التانية، فقرة الصحافة اللي بنناقش فيها أبرز وأهم المنشطات اللي وردت في الصحف المحلية والعالمية. إحنا هيكون معانا الكاتب الصحفي محمد الشفعي على الهاتف. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا مين. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم، دايما منورنا في صباح مين. صباح الخير يا مايكل. أهلا وسهلا. هناخد مع حضرتك يا فندم الخبر الأولاني من جريدة الأهرام. الرئيس السيسي وأفارقي يؤكدان أهمية عدم التصعيد والتشديد على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. تفاصيل الخبر بتقول تناولت المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإريتري أسياس أفارقي الأوضاع الإقليمية على رأسها التطورات بالبحر الأحمر، وناقش الرئيسان ما تشهده هذه المنطقة من تطورات أمنية خطيرة. كمان أكدوا على أهمية عدم التصعيد واحتواء الموقف، كما تم التشديد على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بشكل يمهد للنفاذ الإنساني الكامل والمستدام للقطاع. أنا عايزة أسأل حضرتك في الأول على حجم العلاقات وحجم يعني العلاقات خصوصا الاقتصادية بين مصر وإريتريا يا فندم. إريتريا واحدة من الدول المهمة جدا في البحر الأحمر، وإريتريا كانت تخضع للاحتلال الإثيوبي لفترات طويلة جدا، وكان عندها حركة تحرر مهمة جدا إلى أن استطاعت هذه الحركة الاستقلال عن إثيوبيا، وجاء الرئيس السياسي أفورقي رئيسا لإريتريا. وده الحقيقة أعتقد أنه الراجل يعني رئاسته ممتدة لأكثر من 25 سنة، وإريتريا دولة مهمة جدا جدا في مدخل البحر الأحمر، والفترة الأخيرة شهدت تقارب بين إريتريا وأثيوبيا رغم الإحن والمشاكل اللي كانت بينهم، لكن العلاقات المصرية الإريترية علاقات ممتدة، ولأن مصر ساهمت في دعم حركة تحرر إثيوبيا فترات طويلة جدا. و في فترة الحقيقة يمكن من 10-12 سنة رئيس أساسي أفورخي جه اشتكى أنه العلاقات مش بالقدر الكافي اللي هو يطمح إليه، لكن أعتقد أن العلاقات الآن علاقات قوية ومتينة، وإريتريا مهمة لنا لمصر في الأمن القومي المصري، ومهمة كمان في ملفات كثيرة جدا جدا من حيث موقعها، لكن للأسف الشديد أنه إريتريا عندها علاقات وطيدة أيضا بالكيان الصهيوني، فمن الممكن أن تلعب أدوار سواء في ملفات الأمن البحر الأحمر أو في التواصل مع المشكلتين الكبيرتين اللي عندنا مع الجانب الإثيوبي في مسألة السد الإثيوبي أو مشكلة التواصل مع الكيان الصهيوني. فإريتريا بموقعها وبعلاقاتها المتشعبة أعتقد تستطيع أن تلعب أدوار مهمة جدا، بإضافة إلى إنها من الممكن أن تكون ساحة مهمة جدا للصادرات المصرية في كافة المجالات. فإريتريا اتفضل. يعني من خلال طبعا كلام حضرتك واللي تم في المباحثات والتعاون المشترك بين البلدين، وتم طبعا مناقشة العديد من الملفات زي ما حضرتك ذكرت، ومنها الملفات الأمنية الخطيرة اللي بتمر بيها العالم كله. يعني عايزة أسأل حضرتك على حضرتك قلت على دور إريتريا في إن هي تقدر تلعب دور في القضية الفلسطينية، عايزة أسأل حضرتك على الجهود المصرية يعني احنا شايفين طبعا من بداية العملية العسكرية ضد قطاع غزة، وشايفين الجهود المصرية عاملة ازاي يا فندم يعني من الجانب الإريتري بقى، وان يعني وجود مصر في مباحثات زي دي ده ممكن يأثر ازاي يا فندم؟ طبعا إريتريا بلد بعيدة عن فلسطين، يعني ما عندهاش حدود بلد في أقصى جنوب البحر الأحمر. القضية الفلسطينية زي ما انت شايفة وزي ما العالم كله متابع انه هناك عدوان بشع على المدنيين العزل في غزة، هناك إبادة جماعية حقيقية وصفتها المحكمة العدل الدولية بأنها يعني إبادة جماعية، وتنظر في هذا الأمر
هناك أكثر من 52 دولة الآن بتقدم مرافعاتها وتقدم دفعاتها أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الصهيوني، ومنها طبعا مصر قدمت يعني مرافعة يعني محترمة جدا عن مشاكل الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين بشكل عام، مش بس على منطقة غزة. فالعالم كله الحقيقة المفروض أن يضغط على أمريكا وليس على إسرائيل فقط، يعني العالم كله أمريكا متواطئة ومتورطة ومشاركة في العدوان على غزة. أمريكا منذ بداية العدوان حتى الآن استخدمت حق الفيتو اللي هو حق النقد في مجلس الأمن 3 مرات لكي ترفض وقف الفوري للعدوان على المدنيين عزلا، واقتربنا الآن من 30,000 شهيد في على مدى ما يقرب من 4.5 أشهر، واقتربنا من 70,000 جريح، ويعني اقتربنا تقريبا من تدمير اكثر من 80% من البنية التحتية، وطبعا شيء يعني شيء بره حدود الإنسانية تماما. استهداف البنية الصحية، ما فيش مستشفى الآن قائمة في كل قطاع غزة. كل هذا يحدث برعاية ومشاركة ودعم الأمريكان. فأعتقد أن دول العالم كلها مطالبة الآن بأن تضغط على أمريكا وعلى المصالح الأمريكية حتى يستجيب الأمريكان في لوقف هذا العدوان وارجاع الحقوق الفلسطينيه الى فلسطين. يعني انا اللي كتبت مقال من اسبوعين فقط بعنوان حق العودتين. ما فيش بقى مشكله، المشكله تحل انه الصهاينه يعودوا من حيث اتوا. كل واحد في هذا الكيان عنده جواز سفر او باسبور بتاع دوله اجنبيه، وهم يعلموا انهم مغتصبين وانهم محتلين. خلي بالك يا نرمين انه احساسك بالوطن هو الامن والامان. هذا الكيان ما فيش فيه، هو عباره عن جيش ضخم جدا جدا له ديل مدني، وكل واحد من المدنيين جه وزير الامن القومي بن غفير وتوسع في تسليح المدنيين. فاي اي اي احساس بالوطن اذا كان الانسان خايف وعنده هذا الرعب وهذا الخوف وهذا الهلع وهو موجود في هذا الوطن. فالعالم كله مطالب انه ينهي اخر حاله احتلال في العالم اللي هي احتلال الصهاينه لفلسطين. ناخد مع بعض الخبر اللي بعده. الخبر بيقول رئيس وزراء مصر تتلقى 35 مليار دولار خلال شهرين من مشروع راس الحكمه. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان مشروع تطوير راس الحكمه سيدر على الدوله 35 مليار دولار خلال شهرين فقط. واضاف مدبولي في مؤتمر صحفي عقب توقيع اتفاقية مشروع تطوير رأس الحكمة بين حكومتي مصر والإمارات أمس الجمعة أن هذا المبلغ مقسوم على استقبال 15 مليار دولار خلال أسبوع، ثم بعد شهرين تتلقى الدولة 20 مليار دولار آخرين. وأوضح أن هذه الأموال ستأتي على صورة سيولة مالية خلال أسبوع، وتنازل الإمارات عن جزء من الودائع التي تملكها في البنوك في البنك المركزي المصري، منوها بأن الإمارات لديها 11 مليار دولار ودائع في البنك. يمكن الخبر ده خبر مهم جدا، وبتكلم عن الاستثمار المباشر المشترك ما بين مصر والإمارات في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي. حضرتك شايف الخبر ده ازاي يا فندم؟ الحقيقة أنا اطلعت على تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ويعني قرأتها بشكل جيد جدا. المشروع نفسه يا ماجد انت عارف ان المشروع اثار لغط كثير جدا جدا صحيح. خلال الفتره الماضيه، والحقيقه الحكومه لم تقدم للقارئ العادي او للمتابع العادي معلومات اضافيه عن هذا المشروع الا في المؤتمر اللي عقده رئيس الوزراء في العاصمه الاداريه. والكلام عن ال 35 مليار هم الحقيقه 24 مليار فقط اللي سوف تصل الى كتضخات في الفتره الشهرين اللي اتكلم عنهم رئيس الوزراء. في 11 مليار ودائع اماراتيه موجوده في البنك المركزي، فهتقسم من ال 35 11 مليار، يبقى هو كل ما سيصل هو 24 مليار. والمشروع ممتد الى خطه التنميه المصريه في منطقه مرسى مطروح الى خطه اسمها 2052، بتتكلم على مدى 28 سنه. رئيس الوزراء بيتكلم على انه سوف يكون لمصر من الارباح استخدم حياه تعبيرات فيها
نوع من عدم الحسم، نحو 35% من الأرباح، نحو كلمة نحو يعني المسألة مش 35%، واتكلم على أنه الجانب الإماراتي يتوقع ضخ 150 مليار طوال فترة المشروع، يعني بمعدل حوالي 4 مليار دولار في السنة، وبيتكلم على أنه المشروع يعني بيتمنى انه يجلب 8 او نحو 8 مليون سائح، وانه طوال ال 28 سنه دول سوف يكون هناك حوالي 11 مليون فرصه عمل، هي الفرص العمل الغير دائمه زي ما حصل عندنا في كل مشروعات التنميه الانشاءات. يعني انت في ايدي مش ايدي عامله ثابته، ايدي عامله متغيره. الحقيقة انه المشروع حتى الان رغم كل هذه المعلومات اللي قالها رئيس الوزراء كان محتاج تفصيلات اكتر، كان محتاج ان احنا نقول حتى 24 مليار اللي سوف تضخ خلال شهرين دول ماذا سنفعل بها؟ هل سنقيم بها مصانع ولا نقيم بها مشروعات طرق وكباري ولا نقيم بها ولا نسد بها جزء من الدين اللي علينا للجهات الخارجية ولا نسد بها عجز الموازنة؟ يعني الحقيقة كان محتاجين الحقيقة أكثر من معلومة في هذا الإطار. المعلومة الأهم هل كان رجال الأعمال المصريين قادرين على القيام بهذا المشروع لصالح مصر؟ هل في مصر سوف تتملك جزء من المشروعات ولا ستكتفي بس بالعائد الربحي اللي هو زي ما قال رئيس الوزراء بالنص نحو 35%؟ مشروع حتى الآن مازال ما زلنا على الأقل خالص نحن في احتياج إلى معلومات إضافية، لكن احنا نحن نرحب بأي استثمارات بالتأكيد تحاول أن تحدث نهضة حقيقية لصالح المواطن المصري، ومثل هذه الاستثمارات سواء بقى مصرية عربية أجنبية يعني مرحب بها تماما طالما أنها سوف تساعد في إخالة الاقتصاد المصري من عثرته اللي هي جزء من عثرة الاقتصاد الدولي في المرحلة الماضية. هنروح مع بعض للخبر اللي بعده أستاذ محمد، وهو من جريدة اليوم السابع. مجلس أمناء الحوار الوطني بينتهي من وضع اللمسات الأخيرة استعدادا لانطلاق المرحلة الثانية. الجلسات التخصصية تنطلق غدا. ضياء رشوان جمع الآراء خلال 10 أيام والجلسات لن تكون علنية. تفاصيل الخبر بتقول انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني من وضع اللمسات الأخيرة على انطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطني المقرر لها الأسبوع المقبل، واللي بيتصدر أولوياتها المحور الاقتصادي، حيث تجري الجلسات بشكل أعمق وأشمل استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي. في السياق ده قال ضياء رشوان رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني إن العمل المكثف للحوار الوطني سيبدأ الأسبوع المقبل وسيتم جمع الآراء خلال 10 أيام، مشيرا إلى أن الحكومة ستكون شريك أساسي أو رئيسي على مائدة الحوار الوطني في الجلسات المقبلة. يعني ضياء رشوان قال إن أو سيادة المستشار ضياء رشوان قال إن الحوار الوطني مش بديل عن مؤسسات الدولة ولا الحكومة ولا البرلمان، لكن شريك وبيعمل مع الحكومة على يعني تعزيز محور زي المحور الاقتصادي. يا فندم يعني حضرتك شايف دور الحوار الوطني هيكون ازاي خصوصا في محور زي المحور الاقتصادي؟ الحقيقه يا يرمين انا شاركت في المرحله الاولى من الحوار الوطني في لجنه الثقافه والهويه الوطنيه، وكان في الحقيقه اراء جاده جدا طرحت خلال في مختلف اللجان في خلال اللي هو الحوار الوطني قبل الانتخابات الرئاسيه الماضيه. استمرنا وقت طويل جدا الحقيقه يعني في اللجنه اللي انا كنت مشارك فيها، عملنا 3 جلسات كبيره جدا. الحقيقه ما تمخض عنه الحوار الوطني بوجوده على ملفات الحكومه لم يكن بالشكل المرضي ولا الكافي. المره دي هذه المرحله فيها تركيز اكبر على المسائل الاقتصاديه. احنا منذ تقريبا 2 او اقل كثيرا كان في مؤتمر اقتصادي ضخم جدا 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 خرج ب 135 توصيه للاقتصاد المصري، لم تأخذ الحكومة بتوصية واحدة من 135 توصية،
وأنا أعتقد أن المناقشات القادمة، الصديق العزيز ضياء رشوان بيعد لها، هو بيبذل جهد كبير حقيقة، هو ولجنة أمناء الحوار الوطني في هذا هذه المسألة لم تخلق عن 135 توصية اللي خرج بها المؤتمر الاقتصادي الكبير اللي أجري في الفترة الماضية. فإحنا يعني أنا أرجو إن إحنا يعني ما نكونش بنعمل زي المثل الشعبي القديم بنطبل في المطبل، يعني المسألة إنه هؤلاء الخبراء هم بالتأكيد نفس الخبراء اللي شاركوا في المؤتمر الاقتصادي، أعتقد إن توصياتهم لن تخلق عن توصيات المؤتمر الاقتصادي اللي 135 توصية، يعني عدد ضخم من هذه التوصيات. الحكومة لم تأخذ بهذه التوصيات، تفاقمت الأزمة الاقتصادية نتيجة عدم الأخذ بهذه التوصيات. أنا أرجو إنه يبقى في يعني هو في الحوار الوطني لما كنا في المرحلة الأولى إنه التوصيات غير ملزمة للحكومة. طب إحنا هذا الجهد الخلاق والجهد الكبير والجهد المهم وهؤلاء الخبراء في مختلف التخصصات قاعدين ليه؟ يعني قاعدين بيفكروا ليه؟ بيقدموا مقترحات ليه؟ بيقدموا حلول ليه؟ طالما انه حلولهم غير ملزمه للحكومه. فانا ارجو انه في المرحله القادمه والحوار الوطني سوف يناقش القضيه الاهم والاصعب في المرحله الحاليه وهي الازمه الاقتصاديه، ارجو ان يكون التوصيات ملزمه للمجموعه الاقتصاديه في الحكومه، لانه ده جهد مجموعه من الخبراء لا يقصدوا الا مصلحه الوطن. صحيح. ناخد مع بعض الخبر اللي بعده. الخبر بيقول رئيس البرازيل: ما تفعله إسرائيل إبادة جماعية وأؤيد إنشاء دولة فلسطينية حرة. أكد الرئيس البرازيلي أنه يؤيد إنشاء دولة فلسطينية حرة ذات سيادة، مشددا على أن ما لا تفعله إسرائيل في فلسطين ليس حربا بل إبادة جماعية يتم فيها قتل الأطفال والنساء. قال أيضا: وكما قلت عندما كنت في السجن أني لن أقبل بصفقة الخروج من السجن ولن أستبدل حريتي بكرامتي، أقول لن أستبدل كرامتي بالباطل، وأنا أؤيد إنشاء دولة فلسطينية حرة ذات سيادة. خليني أسأل حضرتك، إحنا كل يوم بنشوف شعارات وتصريحات رنانة نشجب وندين ومع الدولة الفلسطينية ومن هذا القبيل، ولكن في الوقت اللي فيه وساطة مصرية قطرية أمريكية، في الوقت نفسه بيعلن وزير خارجية أمريكا بيقول إن إسرائيل بتستعد لبناء مستوطنات جديدة، ويعني شايفين الأمور على مدار كام شهر اللي فات ومفيش جديد، بالعكس كل شوية الأمور بتزداد سوءا، والبحث عن هدنة بتبقى هدنة على الورق دون يعني دون التنفيذ الحقيقي. حضرتك شايف الخبر ده إزاي؟ خلينا أولا نتوقف عند الرئيس البرازيلي المحترم لولا دا سيلفا، وهذا الرجل يجب أن نتوقف عنده من أكثر من زاوية أماكن. هذا الرجل تولى الرئاسة في بلده لمدة فترتين منذ حوالي 12 سنة، واستطاع أن يقيل عثرة بلادهم في الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي كانت تهدد الوجود البرازيلي بكامله، وأن ينقل بلاده إلى إحدى الدول الفاعلة في البريكس، وأن يكون يعني رقما صعبا اقتصاديا. وعندما خرج من الرئاسة تعرض إلى مؤامرة كبيرة جدا أدت به إلى السجن، إلى سجن رئيس سابق، وخرج من السجن ليعود مرة أخرى رئيسا للبرازيل بقوة شعبية هائلة. الرئيس البرازيلي يعني قال للغولة انت عينك حمراء يا غولة، يعني قال انتقد الكيان الصهيوني انتقادا صارخا، وقال انه لا يقايد كرامته بانه على انه يتكلم على هذا الاحتلال البغيض وهذه الاباده الجماعيه الا بمقال. الرد عليه وزير خارجيه الصهيوني وقال انه الرئيس دا سيلفا رجل غير مرغوب فيه. فكان رد البرازيل من اعظم الردود انه طرد السفير الاسرائيلي من البرازيل وسحب السفير البرازيلي من تل ابيب. فإذا نحن أمام موقف محترم الحقيقة، ندعو كل دول العالم، أن كل دول العالم تصرفت كما تصرف رئيس لولا دا سيلفا وتصرفت دولة البرازيل أو كما تصرفت دولة جنوب أفريقيا. أعتقد أنه نحن العرب كنا أولى بهذه التصرفات من دولة في أقصى جنوب أفريقيا ودولة في أمريكا اللاتينية. وما أشرت إليه من تفاوضات يا ماجد كان
في مفاوضات تمت على في مصر. الحقيقة مصر رحبت زي ما انت اشرت الى 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 الوساطة القطرية المصرية الامريكية، ولكن الوفد الصهيوني انسحب باوامر من رئيس الوزراء نتنياهو بعد اقل من 24 ساعة في المفاوضات المصرية. الان تستكمل هذه المفاوضات في باريس. هل المفاوضات كل الوسطاء الغربيين يسعون فقط الى تحرير اسرى من الكيان الصهيوني، لكن ما حدش بيبص الى ال 30 ألف شهيد وال 76 ألف جريح إلى 80% من التدمير للبنية التحتية. محدش بيبص لهذه إلى هذا الاحتلال البغيض اللي بيراقب كل قوانين الدولية. يعني نتمنى يكون في هدنة حقيقية، نتمنى طبعا حل الدولتين، وجود طبعا ممر إنساني ودخول المساعدات بشكل أسرع، ونتمنى يكون في لغة الحوار وتكون الامور في احسن الاحوال. اسمح لي بس يا ماجد في دقيقه واحده، انه حتى الدولتين، اني دولتين، انت قرار التقسيم اللي صدر في نوفمبر 47 بيدي اليهود 51% وبيدي الفلسطينيين 47-48%. في 48 احتلت العصابات الصهيونيه 78% من فلسطين التاريخيه، فلم يبقى الا 22% اللي هو احنا بنتكلم عنهم. حتى ال 22% الان تقلصوا الى اقل من 10% بعد اوسلو 93، اللي هو بنتيجه المستوطنات اللي خدت 40% من الضفه الغربيه، وخدت جزء كبير جدا مما يسمى غلاف غزه اللي حصل فيه العمليه بتاعه 7 اكتوبر 23. هي القضيه انهي دولتين انت عايزهم؟ يعني برضه لازم يبقى الكلام محدد للدول اللي بتسعى لوجود حلول، وزي ما قلت لك الحل في واشنطن وليس في تل ابيب. صحيح، نتمنى الامور تكون في افضل حال. ده بهذا الخبر تكون خلصت فقرة الصحافة. بنشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الشافعي. مشاهدينا خلصت فقرة الصحافة، وصلنا معاكم لفقرتنا الثالثة والأخيرة. الموضوع هيكون اقتصادي شوية وليه تفاصيل كتيرة جدا، يعني اقتصادي سياسي قانون، يعني هو موضوع متشابك كده ليه تفاصيل كتير هنحتاج ان احنا نتناقش فيه أكتر. يعني الدولة المصرية زي ما احنا شايفين بتقوم بجهود كبيرة جدا لعمل كده زي انتعاشة للاقتصاد المصري، وشايفين طبعا التطورات، وزي ما تكلمنا عن الصفقات اللي بتتم والجهود اللي على مختلف المحاور الاقتصادية. هنتكلم في الفقرة الثالثة عن دور أو التصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 6 لسنة 2024 بإصدار قانون الجهاز إدارة أو التصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. هيكون في ضيافة زميلي مايكل منصور الدكتور ميخائيل ماهر أستاذ القانون بالجامعة الأمريكية، هيتكلموا ويستفيدوا في الموضوع، ويكون الاستفادة طبعا لحضراتكم. بعد الفاصل خليكم معنا. برحب بحضراتكم من جديد، وصلنا لآخر فقرة معانا النهاردة ونتكلم في موضوع مهم جدا. والموضوع بيقول: صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 6 لعام 2024 بإصدار قانون جهاز إدارة والتصرف الأموال المستردة والمتحفظ عليها. عشان نعرف تفاصيل أكتر يمكن المسميات الاقتصادية تبقى صعبة شوية علينا، فالنهاردة بيسعدنا ويشرفنا يكون موجود معانا في الاستوديو دكتور ميخائيل ماهر أستاذ القانون بالجامعة الأمريكية للعلوم. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، منورنا يا فندم. بنور حضرتك. قبل ما نتكلم عن القانون عايزين نعرف من حضرتك يعني إيه الفرق ما بين الأموال المتحفظ عليها والأموال المستردة؟ تمام. المتحفظ عليه هي أموال مجمدة تبقى على حالها إلى أن يتم صدور قرار بالتصرف فيها. أما المستردة هي أصبحت ملك الدولة، ملكية خاصة، ومن ثم فيجوز للدولة التصرف فيها. طيب يعني الفلوس دي يا دكتور بتكون ملك أشخاص أو شركات، ويتم في كلا الحالتين الدولة بتحط إيديها على الفلوس دي؟ لا، هي لا، الموضوع أكبر من كده. ده في أوضاع من سنة 52 اللي هو الأراضي التي تم تأميمها في شركات الأموال من الثمانينات اللي هي شركات توظيف الأموال، وإلى الآن في شركات مازال متحفظ عليها، في أموال لبعض الجماعات الإرهابية، بعض الأموال التي أو الأشياء التي تتم مصادراتها مثلا في الجمارك. فالموضوع يعني ليه عدة أبعاد يعني. طيب دكتور اللي فهمته كم حاجة، طبعا عايزين نبسط الموضوع أكتر عشان خاطر كمان المشاهد يقدر يعرف معانا.
المستردة دي خلاص بقت للدولة المتحفظ عليها. معنى كلام حضرتك ده طبعا بيكون قرار من النيابة، ولكن ممكن الفلوس دي كمان ترجع مرة تانية، ولا خلاص ده بشكل نهائي يتحفظ عليها؟ المتحفظ عليها هي معلقة إلى أن يتم الفصل فيها، أو متحفظ عليها لإدارتها لرد العوائد للمستحقين. والمثل الأوضح في كده شركات توظيف الأموال في الثمانينات متحفظ عليها وتدار لرد بعض أجزاء من استحقاقات الناس اللي كانت مديعة في الشركات ديت. الحاجات دي يا فندم بتكون بشكل فلوس ولا عقارات وأراضي شركات؟ إيه الصور اللي تبقى موجودة؟ كله كله كله. وكمان بالمناسبة أحيانا بيبقى فيها معادن نفيسة. زي إيه؟ الأموال القيم المتصالح عليها، مثلا حد خارج من الجمرك مهرب وليكن مثلا سي ذهب، فتم القبض عليه بيتصالح ويتنازل عن المبلغ دوت أو القيمة دي لصالح الدولة. دي يا فندم بيبقى متحفظ عليها ولا لا؟ ده متصالح عليها خلاص، في شبه مستردة خلاص، دي ملك الدولة. دي خلاص بقى بشكل قطعي ملك الدولة. ملك فدي الدولة. اسمها مستردة. لكن المتحفظ عليها زي ما احنا قلنا دي لسه ممكن قيد التنفيذ. دي مجمدة إلى أن تبان الرؤية في الفصل في نهاية الموقف هتمشي إزاي يعني. طب عايزين يا فندم يعني نستغل وجود حضرتك طبعا وقيمة كبيرة يا فندم، نعرف القانون رقم 6 العام 2024 ايه نصه وده هيفيدنا في ايه؟ طيب هو بعيد عن النصوص، خلي الهدف افضل. تمام. هو ليه هدفين، والهدفين دول اعتقد هيكون ليهم مردود. خلينا في الهدفين الاول. الهدف الاول هو توحيد جهات ادارة الاموال المستردة او المصادرة، لان قبل القانون ده كان فيه ثلاث جهات. الجهة الاولى هي جهاز تصفية الحراسات، اللي هو بتطبيق عمل كده المتحفظ على بعض الأموال مثلا زي شركات توظيف الأموال. في حاجة تانية اسمها الإدارة المركزية لرد تعويضات الإصلاح الزراعي، ودي نلاقي فيه أمور معلقة أو أراضي معلقة من سنة 52. الحاجة التالتة وهي إدارة الأموال المستردة في جهاز الخدمات الحكومية. فالقانون وحد جهة واحدة لإدارة المال، ده هدف. الهدف الثاني هو الإدارة المثلى للأصول دي، ومن ثم هيكون لها نتيجة وهي مردود اقتصادي أفضل أو عوائد أفضل من الوضع اللي كان قبل القانون، وهيبقى في سرعة كمان يا فندم. طبعا. وبالمناسبة الجهاز له صلاحية الفصل في المال المتنازع عليه زي الأموال المتحفظة المتحفظ عليه، لها لسه لم ينتهي الموقف إلى أن الأموال دي هتقول لمين، فالجهاز له الصلاحية في التصدي للأمر دوت. طب هل يا فندم الجهاز أو الإدارة الجديدة دي هتتكون من مين؟ يعني التشكيلة تبقى موجودة، هل مثلا وزارة التخطيط، وزارة المالية، هيبقى فيه خبير للتقييم، هتبقى مين اللي هيتكون منه هذه اللجنة؟ طيب أولهم وزارة التخطيط تحت إدارة وزارة المالية، يعني المدير هو وزارة المالية. وبما ان هنتكلم عن الاداره يبقى وزاره الماليه ممثله، وزاره التخطيط ممثله، اعضاء من النيابه خبراء اقتصاديين. ده التشكيل اللي هيتم لاداره الجهاز. طيب والاليه يا فندم اللي هيعمل بها هذا الجهاز؟ الاليه هي اول حاجه الحصر. وبالمناسبه انا يعني لما نيجي نتكلم عن حصر الاموال والاصول، مصر ليها بالمناسبه ممتلكات واراضي خارج الحدود المصريه، فهيقوم بالحصر والتقييم ووضع خطة للإدارة أو التصرف. طب معلش يا دكتور، اتفضل. يعني ازاي يكون ليها ممتلكات بره يعني بره مصر ازاي؟ طيب مصر ليها ممتلكات في أثيوبيا، في السعودية ليها وقف اسمه وقف الخربطلي ووقف محمد باشا فريد، ليها في إسرائيل ليها أسهم في فندق الملك داوود، ليها في تركيا، ليها في اليونان جزيرة تشيوس. وللأسف الأصول دي تدار بشكل مش الأفضل، يعني مش بنحقق العوائد المرجوة من إدارة الأصول دي قبل القانون دوت. فأعتقد أن القانون هيضع آلية للإدارة المثلى للأصول. أنا عندي برضو سؤال فضولي، يعني إزاي مصر هيكون لها أصول برا مصر؟ يعني هل تم الحصول على الأصول دي إزاي؟ يعني في مثلا لو اتكلمنا عن السعودية أو اليونان أو تركيا، هي من ممتلكات أسرة محمد علي. تمام. في مثلا أثيوبيا دي وقف خيري،
ومع الوقت أهمل أو اتنسى. فبالتالي احنا عاوزين إعادة تقييم الأصول وحصرها. يعني في البداية هيكون في تقييم وبعد كده هيشوف بقى حل حصر وتقييم ومن ثم الإدارة. انت حضرتك شايف ان قانون 6 لسنة 2024 ده وقت مناسب كمان لحل الامور المعلقة؟ حاجة بتقول من سنة ده في حاجات من سنة 52 وفي حاجات من الثمانينات ما زالت متحافظ عليها. وعشان بس نتكلم عن لفظ التحفظ، هو تجميد، والتجميد قد يشوبه اهمال او يرافقه اهمال. فالجهاز منوط بانهاء وضع التحفظ دوت والتعامل معاه بشكل يخلي ليه مردود اقتصادي. طب يا فندم لو اتكلمنا عن هذا الجهاز، هيكون في جهة تنفيذية؟ طبعا هو هيكون ليه إدارة في القاهرة وفي بعض المحافظات للقيام بالعمل بقى، للقيام بالحصر والتقييم ووضع آلية الإدارة. وعشان بس أبقى الإدارة أو التصرف والتصرف بمعنى ان قد يكون في بعض الاصول من غير المجدي ادارتها، فالتصرف فيها يكون افضل. يعني في الوقت ده يقدر في الوقت ده الجهاز يقدر يبيع هذا الأرض. يتصرف. وبالمناسبه فكره التصرف في المال العام او فكره التصرف في الاراضي المملوكه للدوله ملكيه خاصه او عامه كانت بتبقى من الحاجات المليئه بالمعوقات. صحيح. إذن هو وحد الجهة التي من حقها التصرف. إذن أنت بتتعامل مع كيان واحد. صحيح. طيب يا دكتور في الوقت ده هيتصرف إزاي؟ عن طريق مثلا البيع في مزاد علني مثلا لو هو أصل مثلا أو عقار أو شركة أو؟ لا، هي أصل الأموال والأصول دي مش حاجة واحدة، فمش هتطبق عليها قاعدة واحدة، لكن في النهاية هيضر الأمر بشكل اقتصادي. يعني ما أقدرش دلوقتي أضع تصور واحد لطريقة الإدارة أو التصرف. طب حضرتك شايف النظام القديم ودلوقتي بقى فيه الوقت قانون جديد وبقى فيه هنقول جهاز مسؤول لعملية التسهيل وعملية التقييم وعملية النزاعات، ده هيساهم بشكل كبير في حل المشاكل المتقدمة؟ أكيد طبعا. لأن كنت لسه بقول لحضرتك أن الثلاث أجهزة اللي أنا كنت بتكلم عنهم اللي الجهاز الجديد هيحل مكانهم، في منهم كان بيدير الأمر بشكل تحفظ فقط بغض النظر عن المردود الاقتصادي من الأصل المتحفظ عليه. فالوضع الجديد هيبقى في فكرة هل من الأفضل إدارة الأصل أو التصرف فيه؟ ففي النهاية في مردود اقتصادي. إمتى يا فندم هيبتدي العمل بشكل رسمي لهذا الجهاز؟ أعتقد بعد وضع الملامح يعني هو حاليا بتتم وضع الملامح أو الخطط التنفيذية. أعتقد بمجرد بس التشكيل ووضع الخطط هيتم لكن التشكيل خلاص متفق عليه بالنسبة للأجهزة والوزارات المعنية. التشكيل والصلاحيات. طب عايزين برضو نضرب مثال كده للسادة المشاهدين، حضرتك شايف مثلا من ضمن القضايا أو بعض الأمور في الأمور المتحفظ عليها أو قضايا مثلا مرت حضرتك قلت في شركات الأموال في الثمانينات، لو في نقول أمثلة كمان تاني. طيب، وفي القضايا المنظورة أمام محكمة القيم ومحكمة القيم العليا. ومحكمة القيم ومحكمة القيم العليا يعني هي بتنظر عدد معين من القضايا هتنتهي منه وهتنتهي المحكمة نفسها. لا ثواني يا دكتور، اتفضل. كلمة القيم دي أول مرة أسمعها. عايز حضرتك تقول لي يعني المحكمة دي مخصوصة لإيه؟ تمام. كان في السابق في حاجة اسمها جهاز المدعي العام الاشتراكي. كويس؟ وكان القضايا اللي هو منوط بتحقيقها بيحيلها الى محكمه اسمها محكمه القيم. تمام. والطعن امام محكمه القيم العليا. كويس جدا. طيب القضايا دي زي مثلا قضايا الثمانينات في الامن الغذائي، الفساد في المقاولات، محكمه القيم ومحكمه القيم العليا هينتهوا عملهم وصلاحياتهم بانتهاء نظر. هم تقريبا بينظروا في حدود 150 قضيه. منهم شركات أموال اللي هي شركات توظيف الأموال. بمجرد انتهاء المحكمة دي من النظر في القضايا دي هتقول الأموال دي إلى الجهاز، وبرضه من ثم هيشوف الطريقة المثلى عشان نجني أعلى مردود اقتصادي بالتصرف أو الإدارة.
والفصل هنا يا دكتور بيكون يا اما الفلوس الجاز اللي يدور يدير العمليه دي او الفلوس ترجع لاصحابها لو كانت اشخاص او شركات صح كده؟ اه او تسترد للدوله. عايزين امثله بقى. طيب من الامثله الواضحه الجليه وهي اراضي التي تم تأميمها سنه 52. جزء منها تم البناء عليه، جزء منها تم التصرف فيه بشكل غير قانوني، في جزء يدار بس مش بطريقه مثلى، يعني مثلا نلاقي الفدان مثلا الارض يعني ايجاره مثلا بنسمع ارقام ممكن 20 جنيه في السنه. تمام؟ فالمردود الاقتصادي للاصول دي مش بيجيب العوائد المنتظره منه. ده جزء، ده احنا كده لو اتكلمنا عن الداخل، ولسه كنت لسه بتكلم من شويه عن الممتلكات المصريه بالخارج. يعني لو اتكلمنا عن الجزر في اليونان بنسمع ارقام يعني زهيده جدا للعائد بتاع الاصول دي. صحيح. طب هنا يا دكتور حاجه زي ما انت قلت مثلا المثال اللي حضرتك اتكلمت عنه مثلا ارض بتدفع لها ايجار مثلا 20 جنيه، هنا هيتم اعاده تقييم او هنا هيتم عمليه التصرف؟ ده كما يتراءى للخبراء الاقتصاديين. يعني ان شاف من الاصلح التصرف يبقى هو خد رقم كعائد من البيع يعاد بقى تدويره. افضل في كل الاحوال افضل من القيمه الايجاريه اللي بتجيبها. صحيح. ده كده التصرف للاصلح. او اعاده تقييم الايجار. في النقطه دي بالذات انا ربما مش تخصصي، في خبراء اقتصاديين هيقرروا دوت، واعتقد في كلا الحالتين التصرف او الاداره هيكون له مردود اقتصادي افضل من الوضع الحالي. دكتور ممكن نقول بالارقام مثلا او تقريبا حجم الاموال المتحفظ عليها او حجم الاموال المسترده؟ انا عارف طبعا الموضوع متغير بشكل سريع، ولكن ممكن لو قلنا بالتقريب يعني. لا صعب لسبب. ليه؟ لان في الوضع قبل صدور القانون في ثلاث اجهزه. وللاسف الثلاث اجهزه لم يعلنوا عن احصائيات. وده الاخطر في الموضوع. ومن ثم اعتقد ان كان في ضروره للجهاز الجديد. ليه؟ عشان يعمل حصر معلن. حضرتك شايف ان الجهاز الجديد ده هيكون اسرع يا دكتور؟ يعني هل شايف دلوقتي هل الجهات هتكون بتعمل بشكل متكامل مع بعضها وده هيكون فيه اولا طبعا الحفاظ على الـ الارقام الحقيقيه للممتلكات، وفي نفس الوقت هيكون عمليه للتسريع زي ما احنا قلنا قبل كده، شايف ان هيكون في تشكيله كده ما بين الوزارات لعمليه التسريع؟ بما ان في وحده الجهاز، يعني في جهاز واحد لإدارة الموقف وله صلاحيات، أعتقد أن ما فيش بقى معوق روتيني يعوق عملية التصرف أو الإدارة. يعني أي موقف أو أي حاجة مشابهة لديت أي معوقات هي إيه؟ هي انعدام الصلاحيات وتنازع السلطات. صحيح. بمعنى إحنا عندنا ثلاث أجهزة زي ما أنا قلت، اللي هو جهاز تصفية الحراسات والجهاز المركزي لإدارة الإصلاح الزراعي وجهاز الخدمات الحكومية. بينهم كان صراع في إيه؟ أو مش هقول صراع، أو تنازع في الاختصاص. وبالمناسبة التنازع في الاختصاص ممكن يبقى إيجابي أو سلبي. بمعنى الإيجابي هو أن جهتين منهم يدعوا أنهم لهم الولاية على التصرف في دوت، أو السلبي أن هما الاثنين يقولوا إحنا ملناش دعوة. صحيح. أن كل جهاز فيهم يرمي على التاني. فبالتالي إحنا بنتكلم عن جهاز واحد، إذا مفيش تنازع اختصاص. ده رقم واحد. رقم اتنين، بعض الأجهزة ما كانش فيه بوضوح كده ما هي مهمته. يعني مثلا لو اتكلمنا عن جهاز تصفية الحراسات، مهمته الوحيدة هي التحفظ. والتحفظ أنا آسف يعني بنركن الموضوع إلى أن يحل بقى بأي طريقة. ما عندوش صلاحية إنه يدير أو يتصرف، هو بيتحفظ. كويس؟ فبالتالي إحنا وحدنا الجهة، حددنا اختصاصات، فبالتالي أعتقد أن المردود هيبقى أفضل. صحيح. دكتور مين المسؤول عن تشكيل هذا الجهاز؟ وأنا شايف من كلام حضرتك أن الموضوع برضو هيكون فيه أمور كتيرة متشعبة فيما يخص الزراعة والصناعة والعقارات والتسمين والجهات التنفيذية والتخطيط والمالية والداخلية، يعني شايف برضو الموضوع كبير. أولهم وزارة التخطيط، يليهم وزارة المالية. مين اللي هيبقى مسؤول عن تشكيل هذا الجهاز يا فندم؟ إلى الآن قيل أن وزير المالية بصدد إعلان التشكيل.
فيعني احنا منتظرين تحديد الاشخاص والصلاحيات، وهنا يكون بالتعاون المتكامل زي ما احنا اتفقنا. برضو العملية برضو التسريع، من كلام حضرتك اللي فهمته برضو ان في وقت من الاوقات عملية التباطؤ دي بتضيع، بتهدر مال طبعا، وده دي يعني تبقى الامور مش حقيقي في النصاب السليم يعني. يعني انا بقول لحضرتك في اوضاع معلقه من 70 سنه يعني، خصوصا الاراضي اللي تم تأميمها في ثوره 23. الى الان في بعض الاراضي يعني غابت عن الاداره. غابت عن الاداره. صدور هذا القرار يا فندم في هذا التوقيت هيبقى ليه مردود سريع على الممتلكات او الاموال المتحافظ عليها ومسرده بالنسبه للدوله المصريه بالمقارنه بالوضع السابق؟ طبعا. لان احنا بنقارن وضعين مختلفين عن بعض. صحيح. الوضع الاول هو عدم وجود صلاحيات او صلاحيات مبهمه، ده رقم واحد. رقم اتنين تنازع الاختصاص، وقلت التنازع ده ممكن يكون ايجابي او سلبي. صح. لكن احنا هنا بنتكلم عن جهه موحده واضحه المعالم والصلاحيات. صحيح. طبعا نتمنى يكون في تسريع في الاجراءات ويتكون الجهاز بشكل اسرع من كده، ويكون طبعا يعني الحفاظ على الممتلكات وعلى الاموال المصريه. هنشكرك جدا يا دكتور على هذه المعلومات الشيقه. نشكر الدكتور ميخائيل ماهر استاذ القانون بالجامعه الامريكيه للعلوم. بشكرك جدا. شكرا لحضرتك. أعزائي المشاهدين، كده خلصت حلقتنا النهاردة. استنونا بكرة قبل الميعاد بساعتين. صباح الخير عليكم وصباح النور.